وينضم معنا من الحدود السورية التركية صالح فاضل الكاتب والمعارض السوري. أهلا ومرحبا بك سيد صالح. بداية نبدأ من اتفاقية الرفعت ومنبج بين تركيا وروسيا من جهة وتركيا وأمريكا من جهة أخرى، كيف تقرؤون هذا التوقيت للاتفاقيتين؟ لا شك في الآونة الأخيرة عندما تم الاتفاق بين السلطات التركية والولايات المتحدة الأمريكية على موضوع إدارة منبج، هذا الموضوع أقلق روسيا قلقا شديدا، فرأينا جميعا كيف قامت طيارات المجرم بوتين ومع طبعا بالاشتراك مع طيران النظام وصواريخه في ارتكاب المزيد من المجازر في ريف إدلب، لأن التفاهمات التركية الأمريكية لا ترضي الروس تماما وإن كانت ترضيها أحيانا جزئيا تحت هذا الشعار أو تحت هذه الاستحقاقات سنرى مزيدا من الاختلافات التي ستعقبها فيما بعد اتفاقات بشأن ملفي درعا وملف إدلب، وطبعا بعد إنهاء موضوع منبج ستسير المسألة السورية نحو الحل والانفراج السياسي. المعارضة التي فقدت ثقلها في الغوطة الشرقية وريف حمص والعديد من المناطق، ألا تعتقدون أنها دفعت ثمنا باهظا نتيجة هذين الاتفاقين؟ نعم لا شك، نقول أن الثوار الذين فقدوا الحقيقة مكانتهم في منطقة الغوطة أيضا هذا الفقد لم يكن برأيي نتيجة عمليات عسكرية فحسب، وإنما نتيجة توافقات سياسية غير معلنة جعلت الثوار ينسحبون من هذه المنطقة تمهيدا للحل لسوريا القادمة وعبر هيئة انتقالية ووفق مقررات جنيف واحد التي هجنت مؤخرا بمقررات سوتشي واللجنة الدستورية، ولكن بعد الضغط الأمريكي اضطر الروس أن تكون بعض استحقاقات سوتشي تحت مظلة الأمم المتحدة وفي جنيف. اليوم المرحلة القادمة هي معركة حسم سياسي قادم، ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور نصر الحريري أشار في أكثر من مقابلة في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي أنهم بصدد تشكيل هيئة حكم انتقالي بدون المجرم بشار الأسد. كمعارضة سورية كيف تقيمون نتائج مؤتمر أستانا على الأرض؟ الواقع أن مؤتمر أستانا أدى إلى مزيد من الهدوء في الجبهات. الثوار حقيقة تعرضوا لضغوط كبيرة، كان الثوار هدفهم أن يكون الحل عسكري، لكن بعد هذه الأمور أصبح الحل في سوريا هو حل سياسي فقط، وبالتالي الحل السياسي دون بندقية الثوار التي تحقق المزيد من الإنجازات على الأرض، الحلول السياسية ربما لا تأتي بما يوافق أهداف الثورة السورية بالكامل. بشار الأسد يقول إنه لا مانع من إقامة المزيد أو إنشاء إيران لقواعد عسكرية على الأراضي السورية، كيف ستكون ردة فعل روسيا على هذه القضية، وهل ستسمح لها بإنشاء هذه القواعد، وهل فعلا تتجه الأمور للتصعيد بين روسيا وإيران؟ هناك تصعيد إلى حد ما بين روسيا وإيران، لكن بشار الأسد عندما يقول بأحقية إيران في بناء القواعد وهو رئيس غير شرعي بالنسبة للشعب السوري وشرعي بالنسبة بكل أسف للنظام الدولي، هذا يدل أن بشار الأسد لا يستطيع أن يصدر هذا القرار قبل التفاهم مع القيادة الروسية، يدل أن هناك تفاهمات إيرانية وروسية معينة على مثل هذا التصريح، وإلى لا يجرؤ بشار الأسد الذي يشحن كل مرة شحنا بطائرات الشحن إلى سوتشي في روسيا أن يصدر هكذا قرار، لأنه لا يملك إصدار قرار لا على حزب الله ولا على إيران ولا على روسيا، هو دمية بيد الجميع وألعوبة بين أيديهم. ما هي الخطوة التالية لهذه المناطق، أي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في ظل قصف مستمر للنظام على إدلب وريفها وعلى بعض المناطق الأخرى؟ ما أهمية هذه الاتفاقات إذا لم تقم بحماية مناطق المعارضة؟ حقيقة يبدو أنها حتى هذه الغارات هي بتفاهم دولي إيراني
روسي وربما مع الولايات المتحدة الأمريكية لتركيع ما تبقى من شرفاء الثورة السورية لمزيد من التنازلات، لمزيد من جرهم إلى الحلول السياسية. في ذات الإطار، ما فرص نجاح اجتماع 18 و19 من حزيران في جنيف، والذي سيقرر تشكيل لجنة دستورية لسوريا؟ هل هذا ما كنتم تطمحون إليه كثوارا ومعارضة؟ إطلاقا. الحقيقة أنا أقول أن ما حصل في الثورة السورية بسبب التآمر الدولي الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وروسيا وكل من يدعي نفسه أن أصدقاء الشعب السوري باستثناء تركيا، هم حقيقة يعملون أو يضغطون باتجاه استحقاقه بالأصل هو من صلاحيات الشعب السوري وهيئته الدستورية التي يشكلها الثوار. أما الآن بسبب الضغط الدولي على الثورة السورية والتآمر الدولي قبل الثوار، وحتى هناك ضغط على النظام السوري ليقبل من أجل تأسيس هذه اللجنة الدستورية التي نطمح أن تتمخض فيما بعد هيئة انتقالية وفق قرارات جنيف وبدون المجرم بشار الأسد. من الحدود السورية التركية، صالح فاضل الكاتب والمعارض السوري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.